السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومع قناة الخطاط محمد الحميري. فيديو اليوم حنتعلم إزاي نعمل حبر عربي من مكونات بسيطة وغير مكلفة جدا، وطريقة سهلة وأي حد ممكن يقدر يعملها في البيت، ويستطيع أنه يعمل حبر للتمرين أو حبر حتى ممكن يكتب به لوحة خطية بدون أي تكاليف باهظة. وبكده يكون رحمنا الطلاب من عناء البحث عن الحبر العربي غير متواجد في بعض الدول العربية، وبيكون في صعوبة في الحصول على حبر الخط العربي خصوصا لطلاب معاهد الخطوط العربية ودارسين الخط العربي، بيلاقوا صعوبة في وجود الحبر المناسب. المكونات بتاعتنا مكونات بسيطة يا جماعة. حنجيب كمية من هذا الشيء، هذا يسمى حصى جوز، هذا الشيء الأسود يسمى حصى جوز. بيتباع فين؟ بيتباع عند محلات الحدايد والبويات، محلات الحدايد والبويات. تروح تقول له عاوز بخمسة جنيه حصى جوز، هاي خمسة جنيه دول، الكمية دي هاي بخمسة جنيه، وهتنعمل بها قدامكم حبر ممتاز. تاني حاجة حنكون معاك، حنحتاج معلقتين من الشاي، الشاي العادي، الشاي اللي احنا بنشربه، هناخد معلقتين من الشاي الناشف الأسود ده منه. وبعد كده هنحتاج برضو ملعقة من الصمغ العربي، الصمغ العربي بعد إذابته بالماء. الصمغ العربي بيكون بنشتريه كده، بيكون برضو من محلات العطارة بهذا الشكل، بيكون يعني عبارة عن حصوات اهو، بيكون كده شكله. وأجود أنواع الصمغ العربي هو الصمغ السوداني، تمام، في مصر موجود، يعني بيكون في أسوان متوفر بكثرة. هنشتري برضو كمية بسيطة، يعني كمية بسيطة، احنا العبوة دي كلها يعني عملناها بنصف هذه الكمية من الصمغ العربي. وهنحتاج كوب من الماء زي ما احنا شايفين، الكوب من الماء ده هنجي نحط عليه ملعقتين من الشاي امام حضراتكم اهو، تمام. بعد ما نحط ملعقتين من الشاي هنقلب كويس، بعد كده هناخد كمية المية بالشاي دي وهنحطها على النار بحيث تغلي لفترة زمنية معينة لحد ما يوصل مقدار الماء في الكوب، مقدار نصف الكوب فقط، يعني هتقعد تغلي المية على النار بحيث لحد ما الكمية تكون تديني إلى نصف الكوب وليس كامل الكوب، يعني هنسيبه يغلي على النار فترة معينة، يعني أكثر من خمس دقائق سبع دقائق. بعد ما نشوف يعني كمية المية هتنقص معانا مقدار نصف الكوب، هناخد المية ونكمل معاكم باقي الخطوات. هنروح نغلي الشاي ونرجع لحضراتكم، بس ما تنسوش أعزائي المشاهدين عمل إعجاب لهذا الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وأحب أنا وإخواننا المشاهدين أيضا أن تم إضافة زر جديد أسفل الفيديوهات، زر شكرا، وهذا الزر خاص بدعم القناة دعما ماديا بسيط اللي حابب يدعم القناة ماديا. ويلا بينا نكمل باقي الخطوات ونرجع عليكم مرة أخرى. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد ما غلينا الشاي وبقي بالطريقة دي، شاي مر بدون سكر طبعا، تمام. وصفينا الشاي من التفل، ولكن في برضه في رواسب ما زالت موجودة، أهم حاجة نسيبه يغلي فترة على النار، يعني مقدار من خمس دقائق لسبع دقائق. وأثناء غلي الشاي طبعا حيطلع ويفور منك وممكن يكب، علشان كده تحاول بمعلقة دائما تقلب الشاي وترجع التفل تاني لقاع التنكة اللي انت بتغلي بيها الشاي، وكمان تخليه يغلي على نار هادية بحيث ان الشاي ياخد اكبر فترة ممكنة على النار بدون ان يفور، تمام. بعد ما احنا غلينا الشاي كده وصفناه، هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هنجيب برطمان من برطمانات زجاج فارغة، اي برطمان عسل او مربى صغير كده، وهنجيب معانا كمان قطعة قماش تكون يعني مسامها ممكن تسمح بمرور الماء من داخلها. وهنضع، هنجيب حصى الجوز، هنجيب حصى الجوز كده
هنفتح حصى الجوز شكله بهذا الشكل زي ما احنا شايفين اهو، شايفين شكله ازاي. هناخد يكفي هناخد مقدار ملعقة من حصى الجوز ونضعها زي ما احنا شايفين في القماش. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنصب الشاي، هنصب الشاي اللي احنا غليناه بالتدريج. ونخليه يصفي، يعني هنصب الشاي ونخليه يصفي. بهذا الشكل. طبعا هو بيتكتل معاك كده، يعني بتحس كأنه عبارة عن كتلة صمغية. بتقلب كده وتضع ايه الشاي بحيث بياخد من لون حصى الجوز وبينزل في البرطمان تحت. زي ما احنا شايفين يعني طريقة عمل الحبر العربي بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وهتغنيك عن عدم وجود أحبار إذا كنت في أماكن غير موجود فيها أحبار للكتابة. بعد ما انتهينا من صب كمية الشاي المطلوبة هنشيل طبعا القماشة، وطبعا ممكن تسيب حصى الجوز ده الموجود في القماشة لحد ما ينشف، وبعد ما ينشف ممكن تستخدمه مرة أخرى، ممكن تستخدمه مرة أخرى. ندوس كده نصفي. تمام. طبعا تلاقي اماكن يعني مكان كده مختصر تعمل فيه عشان ما تدعكش الدنيا، وفي الاخر تلاقي نفسك مطروط برا الشقة وبايت في الشارع. احنا مش عاوزين خسائر، نعمل حبر بخسائر اقل خسائر ممكنة. تمام يا جماعة، ادي المحلول بتاعنا الحبر. هتأتي المرحلة الاخيرة. المرحلة الاخيرة طبعا احنا هنعمل زي ما قلنا هنضيف الصمغ العربي بعد ما عملنا عملية إذابة للصمغ. هنضيف مقدار بسيط، قطرات يعني. بس هذا يكفي. نقلب كويس. طيب احنا كده هنجرب معاكم الحبر اللي احنا لسه عاملينه اهو، هنجربه معاكم ونشوف مدى الكفاءة بتاعته عاملة ازاي. وطبعا لو انت مكمل معانا الفيديو لحد دلوقتي يبقى انت معانا من الابطال، واتمنى من حضرتك الضغط على زر اعجاب وكذلك الاشتراك في القناة لو كنت بتشاهدنا لاول مرة. اغسل ايدي كده من لون الحبر، وبعد كده نجهز ورقة ونبدأ نجرب فيها الحبر اللي احنا عملناه. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، ورجعنا لحضراتكم وهنجرب مع حضراتكم الحبر اللي احنا عملناه. هنكتب على ورق عادي اهو، لا ورق مقهر ولا اي شيء، ورق عادي. لو حبينا نكتب مثلا
بسم الله. يكتب معنا بدون أي مشاكل. ودرجة اللون أنت بتحكم بها، يعني إحنا حطينا ملعقة واحدة فقط من حصى الجوز، أنت عاوز يكون أغمق من كده حط طبعا أكثر الكمية أكثر، و هتلاقي معاك أو كاتب بكل سهولة وكل يسر. الكتابة للتجربة فقط لا غير. تمام يا جماعة، وبكده يكون انهينا حلقة اليوم وعرفنا نعمل الحبر للكتابة، سواء للتدريب او ممكن تعمل بيه لوحات، وحبر مصنوع من مادة بسيطة حصى الجوز زي ما احنا قلنا لحضراتكم. شوف كمية احنا جبنا بخمسة جنيه، يعني تقريبا ما يعادل ربع دولار، وعملنا منه خدنا ملعقة واحدة فقط. انت عاوز اللون يكون أدقل من كده تزود أكثر في كمية حصى الجوز. أتمنى من حضراتكم دعم القناة سواء بالضغط على زر اشتراك أو الضغط على زر إعجاب أو الضغط على زر شكرا، وأتمنى لكم التوفيق وألقاكم مع حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة. عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية، مع خالص تحياتي محمد الحميلي.